بتعيطي ليه يا ماما؟ بتعيطي ليه؟ ماما فين؟ الله يرحمك. يعني جاية تزورينا؟ بس يا ترى بتعيطي حزن ولا بتعيطي فرج؟ الساعة كام؟ الساعة كام يا حنان؟ حنان بنت حنان، حنان مالك بنت حنان؟ مالك افتحي يا حنان هشخطفي. افتحي يا بنت، افتحي افتحي افتحي. استحمر يا حبيبتي، ما قدرتش تستحمل. أنا عايش ليه؟ عايش مع مين؟ وهطبخ لمين؟ هأكل مين؟ وأخاف على مين؟ إيه اللي حصل لنا؟ ممكن تكون عين، أصلها لو عين كانت صابت واحد، لكن تهد عيلة. حنان حنان اتصرف.
يا يوسف يوسف اسمعني. طيب يوسف فين يوسف يا عمر؟ يوسف مشي. مشي يعني ايه؟ شفت حنان يا عمر؟ خلصت من ذنبها بذنب تاني اكبر. عارفه احنا كلنا متنا من جوانا من ساعه ما قتلنا امنا. ما تخافش يا حبيبي، يا كانت زعلانه منكم بس كانت بتدعي لكم. والله عمرها ما غضبت على حد فيكم، كانت بتحبكم قوي. اسمعي كلام يا منيره، احنا قتلنا امنا. انتوا مين يا عمر؟ انت وداليا وحنان وكمال ويوسف؟ لا 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 يوسف؟ لا 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 يوسف ملوش دعوة، يوسف بره الاتفاق خالص. عملت لكم ايه؟ غلطت في ايه؟ انها رفضت تشهد زور، رفضت تدخل علينا فلوس حرام تهد حياتنا. وموت قبل كل ده بالقتل وطوفان الكره، كل ده بسبب الفلوس بنت الكلب. الفلوس بنت الكلب اللي دخلت علينا ودمرت حياتنا كلها. لا ده الطمع، لا ده الطمع. انتوا اللي طمعين، انتوا اللي طمعين وما عندكوش قلب. ده لو كان حجر، لو كان حجر كان بكى دم، كان بكى دم. حرام عليكم، ليه عملتوا كده؟ كل ده بسبب الشيطان، الشيطان اللي قعد يوسوس في دماغنا. حتى لو كان في شيطان، يوسوس حتى لو كان في شيطان، لعب على كل نقط الضعف اللي عندنا. لا كنتوا ممكن تقولوا له لا، عندكوا عقل تفكروا وتقولوا للشيطان لا، لكن انتوا اللي طماعين. شيطان شيطان، الشيطان ده الشماعه اللي كل ما نغلط نقول الشيطان الشيطان. عارفه مين هو الشيطان ده؟ ها؟ الشيطان ده هو خالد مخلوف، جوزك النجس اللي قاعد يوسوس في دماغنا ويلعب على نقط ضعفنا ويضغط ويدك، يضغط ويدك عشان نسمع له وننفذ. الشيطان ده يبقى جوزي، جوزك الشيطان. لا لا، جوزك اللي عمل كده هو اللي لعب بدماغنا كلنا، هو اللي جاب لنا الفلوس اصلا، هو اللي لعب في دماغنا. انتوا عشان ما بتحبوهوش، لكن خالد بيحبني. انا حامل من خالد، حامل بعد 20 سنه جواز و15 سنه فراق. ما صدقت اني اترميت في حضنه، ما صدقت اني حسيت اني واحده ست، ما صدقت انه حضني، ما صدقت ان بقالي بيت زيكم. انت بتضحك عليا صح يا عمر؟ انت كذاب، انت اتجننت زي مراتك، انت مجنون صح؟ انت مجنون يا عمر، انت مجنون. خالد هو السبب، خالد هو السبب. ويوسف كان شاكك، ولما جه المحكمة قلت له قول يا يوسف. ما قالش، ما قالش يا ميمة، ما قالش. أنا غلطان، أنا غلطان عشان سكت وسبتهم، ما وقفتهمش، ما منعتهمش. أنا غلطان بس أنا سكت مرة، مش هسكت تاني، مش هسكت تاني يا منيرة، مش هسكت تاني. أنا طالب منك طلب واحد بس، حاولي حاولي تسامحيني، حاولي تسامحيني. أنا مش هسكت تاني يا منيرة، مش هسكت تاني يا منيرة. عمر مش هسكت تاني يا منيرة. عمر مش هسكت تاني يا منيرة. أنتوا كلكم سبتوني وسبتوني لوحدي. عمر يوسف حنان ماما
كمال